جاء جون لي يقول الأزرق في وعاء الخزف. تساؤل: عندما تكون السيطرة تتحدى الحكم. جون لي خزاف كوري، وهو خزاف يعيش ويعمل في كاردف منذ عام 2018. تمثل أعمال الخزفية البورسلينية توازن بين الوظيفة والجمال، أيضا التأملات الدقيقة والرائعة في الشكل وعملية الصناعة. ويتمحور فكرة الخزاف حول الوظيفة والجمال بهدف إثراء وتعزيز الحياة اليومية للمستخدم. إنه يجد السلام في البساطة ودقة الخط والتزجيج. ولكن عملية الصنع التي يقوم بها جاي جون هي عملية فيها عشق، فهو يقضي وقت طويل يصقل عمله مقارنة بالوقت الذي يقضيه في التشكيل والتجذيب وحرق الأعمال معا. ويقول جاي جون: إن دموع الطلع عندما تسيل في الفرن لا يراها أحد، أنا فقط من أشعر به وأعرفه متى يجب أن تتوقف مشاعر النار المشتعلة في فرن الخزف. أن عملية الإنتاج عندي هي تكرار يومي بحب في مكان هادئ في مدينة كاردف، وعملي هو انعكاس للأفكار والأحاسيس في اللحظات التي يشعر بها الخزاف، فتراها على أشكال خزفياتي وألواني المعبرة. تحياتي للخزاف جايون لي. حقيقة أنا استمتعت بزيارة معرضه في جمعية الخزف والحرف Craft and Pottery Association في لندن. تحياتي لكم.